نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: غدا انتهاء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية بالخارج، انتشال 16 جثة في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل جزيرة جربة، وارتفاع عدد الموقوفين المشتبه في تورطهم في الحادثة إلى 15 شخصا. مسرع 8 عسكريين إسرائيليين بينهم 3 ضباط وإصابة 39 آخرين في معارك بجنوب لبنان. 89 شهيدا منذ فجر اليوم في العدوان المتواصل على قطاع غزة. إلى التفاصيل. أهلا بكم. تنتهي اليوم فترة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية بالخارج، لتبدأ فترة الصمت الانتخابي خارج تونس بداية من يوم غد 3 أكتوبر الجاري مع منتصف الليل، وتتوصل إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة. ويجرى الاقتراع بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر الجاري. عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقاسم العياشي: عمليات المترشحين في حوالي 56 دولة. تنتهي إذن الحملة الانتخابية اليوم على الساعة 0، ليبدأ إذن يوم الصمت الانتخابي اللي محاجر فيه يعني كل نشاط دعائي للانتخابات وللمترشحين، كل معناتها مظاهر من معلقات برامج تعرض معناتها على الناخبين، كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية والمقروءة والمكتوبة. ليكون 4 أكتوبر أول يوم للاقتراع بالنسبة للمواطنين المواطنين الخارج، ويتواصل الاقتراع أيام 4 و5 و6 أكتوبر بجميع دول الخارج. للتذكير فإن كل المواطنين الكوانسة اللي في الخارج لهم إمكانية التصويت في أي مكتب اقتراع قريب منهم دون اعتبار مكتب التسجيل. والآن نرفع إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وضواحيها. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
آتي سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ونعود مجددا إلى تقديم بقية الأخبار. وفي الداخل، تتواصل الحملة الانتخابية لتبدأ فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 5 أكتوبر مع منتصف الليل، وتتواصل إلى غاية 6 أكتوبر مع غلق مكاتب الاقتراع عند الساعة 6 مساء. تقرر تعليق الدروس بصفة استثنائية بكافة المعاهد والمدارس والمدارس الإعدادية والابتدائية كامل يوم السبت 5 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الإعداد لعملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر الجاري، وفق ما أعلنته اليوم وزارة التربية في بلاغ لها. ويأتي هذا الإجراء بهدف توفير الظروف المناسبة لحسن سير الاستحقاق الانتخابي بالمؤسسات التربوية التي سيتم فتحها كمراكز اقتراع يوم الأحد القادم. صرح وكيل الجمهورية في مدنين فتح الباكوش في تصريح للأخبار أن عملية الإنقاذ إثر حادثة غرق مركب للهجرة غير نظامية في سواحل جزيرة جربة شملت 34 شخصا، وأن عدد الوفيات بلغ 16 شخصا بينهم نساء وأطفال ورضع ومفقود واحد. بالنسبة للوفيات توصلت 16 شخص مخلطين نساء وأطفال ورضع. بالنسبة للمفقودين عندنا واحد مفقود. بالنسبة للعدد الجملي تاع الذين شاركوا في الحرقة ما نجموش نحدوهم، توا خاطر احنا كل مرة الوحدات الأمنية والحرس والجيش وحماية المدنية ديما قاعدة تمشى في السواحل الشرقية، وكل ما تقدم لنا شخص من المشاركين يقع انتشال جثة يقع إضافتها إلى العدد الجملي للذين كانوا مشاركين في المقتل الذي غرق في سواحل الشرقية لجزيرة جربة. قسم الطب الشرعي بمدنين تمكن تقريبا من إنهاء عملية التشريح لجميع الجثث بالاتفاق والتنسيق مع الوحدات الأمنية حتى يتمكن الأهالي الضحايا من رفعها ونقلها إلى جهاتهم التي شملت كما يعرف الجميع جميع أنحاء البلاد، وبذلك يتم على الأقل عملية الدفن في أسرع وقت لعل الأقل يرتاح شوية الأهالي الضحية وشوية صبر، وبحول الله يتم القبض على بقية الأطراف. وأكد وكيل الجمهورية في مدنين فتح الباكوش أن عدد الموقوفين الضالعين في عملية الهجرة غير النظامية ارتفع إلى 15 شخصا من بينهم امرأة مع إدراج 6 أشخاص بالتفتيش. مكنت الوحدات الأمنية على المستوى الوطني بالتنسيق فيما بينها بين حرس وشرطة من إلقاء القبض على مجموعة من الوسطاء والفاعلين الأصليين، ارتفع بذلك عدد الموقوفين إلى 15 شخصا من ضمنهم امرأة وهي زوجة أحد المتورطين المباشرين في العملية المتهمين. والآن رحنا الاحتفال بعد إذن من السيد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الجزائية بالاثنين، وسيقع تقديمه إليه لسماعه حال الانتهاء من أبحث. يضاف إلى ذلك فقد تم بإذن من السيد قاضي التحقيق المشرف مباشر على الأبحاث وبمتابعة من النيابة العمومية بمدنين أذن بإدراج 6 آخرين في التفتيش، إلى حد الآن لم يقع القبض عليه. أدى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم زيارة إلى ولاية باجة اطلع خلالها على نشاط عدد من الوحدات الصناعية المنتصبة بالجهة. وقال الوزير في تصريح لمراسلنا ناجي الخلولي إن عددا من المشاريع ستشهد توسعة وستساهم في خلق مواطن شغل إضافية، مشيرا إلى أنه عاين أيضا استكمال مشروع ربط 250 عائلة بالماء الصالح للشرب بمنطقة لفار بمعتمدية باجة الجنوبية والتي دخلت حيز الاستغلال.
جمع 12 شركات خاصة اللي هي الفروع لشركات أجنبية مختصة في صناعة الكواب للسيارات. الشركة الأولى تشغل فوق 1800، الشركة هذه تشغل في 4000 موطن شغل. بحول الله ماشيين الشركات هذوما الاثنين ماشيين في مشاريع توسعة باش تساهم في خلق أكبر لعدد مواطن الشغل. زرنا منطقة الفارق وشفنا إنجاز تابع للبرنامج التنمية الجهوية اللي تمثل في ربط أكثر من 250 عائلة بشبكة الماء الصالحة للشراب. هذا وقع إنجاز وهذا فرحاني بها برشا، لأن من دور الدولة أنها توفر الحاجيات الأساسية للحياة المواطنة. في خبر آخر، افتتح اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء الداخلية العرب بالعاصمة المؤتمر العربي الثامن لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية بمشاركة دولة فلسطين. المؤتمر الذي يتواصل غدا يناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تصور استرشادي موحد لبطاقة هوية وطنية عربية ودليل خاص بالأجهزة التقنية ونظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية، وفق تصريح رئيس المؤتمر حمد عبد الوهاب لكوثر العرقوبي. مقترح أن تكون هوية مشتركة لكل الدول العربية، ما زالت قيد الدراسة يعني، إحنا نطمح لها أن تكون توحد كاملة، وإن شاء الله بإذن الله عما قريب تسهل الأمور وتطبق بإذن الله، بس بعد ما يكتمل الردود من الدول الأعضاء. أهم الملامح فيها اللي هو يكون فيها رقم الصورة، فيها البصمة، فيها الشريحة اللي فيها بيانات الشخص كاملة موجودة، هذه أهم ملامح على أساس أنها تكون موحدة لكل الدول العربية، تكون متشابهة في كل الدول العربية، واحدة يعني نفس الهوية. أفادت سفارة تونس بلبنان اليوم بأن العمل متواصل على تجاوز العراقيل التي حالت دون تسيير الرحلة التي كانت مبرمجة أمس لفائدة عدد من التونسيين المقيمين بلبنان، مبينة أن أسباب هذا التأخير يتعلق أساسا بالظرف الأمني الخطير. وكانت السفارة قد أعلنت أنها ستنظم الثلاثاء الأول من أكتوبر رحلة خاصة على متن الخطوط الجوية التونسية لفائدة 260 تونسيا مقيما بلبنان كانوا عبروا عن رغبتهم في العودة الطوعية لأرض الوطن. وفي ظل التطور المتسارع والخطير للأحداث في هذا البلد، موضحة أنه تم تحديد هذه القائمة من بين 404 مطالب حجز توصلت بها السفارة في ضوء الأولويات الأمنية والصحية والإنسانية. ودعت السفارة في بلاغ وجهته إلى التونسيين المقيمين في لبنان إلى عدم الانسياق وراء الإشاعة مجهولة المصدر والاعتماد فقط على المعلومات التي تنشرها السفارة على صفحتها بشبكة التواصل الفيسبوك أو التي يصرح بها طاقمها من خلال اتصاله المباشر معهم. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. وفي تطورات الوضع على الجبهة اللبنانية وفي إطار تصديه لقوات العدو الصهيونية المتوغلة في جنوب لبنان، أعلن حزب الله اليوم تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية عند أطراف بلدة يارون جنوب لبنان وإيقاع عناصرها بين قتيل وجريح وتدمير 3 دبابات من نوع ميركافا بصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الرأس. كما أكد الحزب خوض اشتباكات مع جنود صهاينة خلال محاولتهم التسلل إلى بلدة العديسة وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم. وأقر جيش الاحتلال بمقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط وإصابة 39 آخرين بجروح في المعارك الدائرة في جنوب لبنان منذ صباح اليوم. وقال الاحتلال إن قوة لواء الكوماندوس والمظللين ولواء 7 مدرعات تواصل عملياتها البرية الموجهة في عدة مناطق في جنوب لبنان، زاعما أن قوته دمرت مجمعا لحزب الله يحتوي على منصة إطلاق صواريخ وعتاد عسكري. ودوت سفارة الإنذار في إسرائيل بوتيرة غير مسبوقة اليوم نتيجة الإطلاق المكثف للصواريخ والمسيرات والقذائف المدفعية من قبل حزب الله. في الأثناء، وصل الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم غارته المكثفة واستهدف العديد من القرى والبلدات بجنوب لبنان إضافة إلى ضاحية الجنوبية في بيروت.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم استشهاد 55 شخصاً، بينهم 4 مسعفين وإصابة 156 آخرين بجروح خلال 24 ساعة الأخيرة في مناطق متفرقة بلبنان. دبلوماسياً، عقد مجلس الأمن الدولي عشية اليوم جلسة طارئة خصصت لمناقشة التطورات الميدانية الأخيرة في لبنان والكيان الصهيوني. الجلسة تأتي غدا هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل، جاء رداً على اغتيال تل أبيب كلا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مؤخراً في طهران والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى عدد من القادة العسكريين الإيرانيين. المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة حذرت في كلمة خلال جلسة إيران ومن وصفتهم بوكلائها من استهداف الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل، ودعت مجلس الأمن إلى التنديد بالهجوم الإيراني وفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني. بقية المستجدات الملف التقرير التالي مع حاتم كريسحان. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن إسرائيل ستواجه بردود فعل أكثر قسوة إذا لم تكف عن جرائمها، وأضاف قبل توجهه اليوم إلى الدوحة أنه سيناقش خلال زيارته إلى قطر لحضور قمة حوار التعاون الأسيوي كيف يمكن للدول الأسيوية منع الجرائم الإسرائيلية في المنطقة. في الأثناء، مددت طهران اليوم غلق مجالها الجوي تحسبا لرد إسرائيلي على هجومها الصاروخي مساء أمس، وحذرت من أن أي إجراء من قبل تل أبيب أو من داعميها سيما الولايات المتحدة سيقابل برد أكثر صرامة، وأنها ستستهدف كل البنى التحتية الإسرائيلية في حال ردت تل أبيب على هجومها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها قامت بتأمين منشآتها النووي. جاء ذلك ردا على توعد إسرائيل طهران بدفع الثمن على هجومها، مؤكدة أن لديها خططا وأنها ستتحرك في المكان والزمان اللذين ستقررهما. وأعلنت إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شخصا غير مرغوب فيه بسبب عدم إدانته أمس الهجوم الإيراني، وطلبت من مواطنيها عدم الكشف عن مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية، وفرضت بهذا الشأن رقابة عسكرية صارمة على وسائل الإعلام العبرية. في غضون ذلك، أعلنت ألمانيا وفرنسا أن قواتهما شاركت في التصدي للهجوم الإيراني، واستدعت وزارة الخارجية الألمانية اليوم سفير إيران في برلين لإبلاغه احتجاجها على الهجوم الإيراني في وقت انتقدت فيه وزيرة الداخلية الألمانية مظاهر الاحتفال التي شهدتها مساء أمس برلين وبون إثر الهجوم على إسرائيل بالتوازي مع مظاهرة داعمة للفلسطينيين. في الأثناء، تباينت ردود الفعل الدولية على الهجوم الصاروخي الإيراني، ففي الوقت الذي أدانت فيه الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الهجوم، دعت العديد من الدول العربية والإسلامية إضافة إلى الصين وروسيا إلى ضبط النفس ومنع التصعيد. وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف والغارات الصهيونية في أنحاء متفرقة من القطاع إلى 89 شهيداً منذ فجر اليوم. في الأثناء، أكد المدير العام لدائرة الهندسة والصيانة في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن أياماً معدودة تفصلنا عن كارثة الانهيار الكامل للمنظومة الصحية في غزة، حيث تبدأ المستشفيات بالتوقف والخروج عن الخدمة تباعاً مع توقف المولدات الكهربائية. وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع كلياً إدخال المولدات الكهربائية وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة الأخرى الخاصة بوزارة الصحة. من جهة أخرى، أعلنت كتائب عز الدين القسام مسؤوليتها عن عملية يافا أمس والتي قتل فيها 6 إسرائيليين، متوعدة الاحتلال الصهيوني بمزيد من العمليات من مختلف مناطق الضفة الغربية، وذلك ردا على إمعان قوة الاحتلال في ارتكاب المجازر في قطاع غزة والضفة. بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. غدا انتهاء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية بالخارج. انتشال 16 جثة في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل جزيرة جربة، وارتفاع عدد الموقوفين المشتبه في تورطهم في الحادثة إلى 15 شخصا. مسرع 8 عسكريين إسرائيليين بينهم 3 ضباط وإصابة 39 آخرين في معارك بجنوب لبنان. 89 شهيدا منذ فجر اليوم في العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.
شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية ليلى المجد، إلى اللقاء.